السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو مرحبا بكم في قناة ام سندوس. واليوم غادي نشارك معكم واحد اللاير الكيك اللي كيجي رائع بزاف بالشوكولات تاع الاعياد الميلاد، وسهل اي واحد يقدر يصاوبو. غادي نشاركو معكم، غادي ندير فيه اوريو، وكنتمنى ينال الاعجاب تاعكم. وكما العاده ما تنساونيش من التشجيعه تاعكم بلي لايك ولي كومونتير باش تزيدو تشجعوني وتكبر القناه. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. هنايا الكيك صافي راه درت ليه الكريمه ودرت ليه الاوريو من الداخل. كان اعتذر ديك الفيديو، داك الفيديو اللي كنت صورت بغيت نلوحو باش ندير ليه المونتاج وانا نمسحو. مهم هنايا غير غادي نزيد نملسو بالكريمه من برا وصافي. وهانتوما معايا بالنسبه للداخل الكاناش تاع الشوكولا تاع الحليب، ودرت ليه اوريو كما قلت لكم وصافي. غادي ندير ليه دابا غادي نغطيه بالكريمه. غادي نخلي لكم لوليان تاع الكاناش تاع بالشوكولات. وبالنسبه للكيك كيفاش عمرتوه فايت ليا شاركته معكم شحال من مره، غادي نخلي لكم واحد الكيك تاع واحد اللاير كيك تاع العيد ميلاد في صندوق الوصف اللي بغات تشوفوا حتى هو. ودابا غادي نخليكم مع الفيديو. وهنايا خديت الصوره نقدرت فيها الشوكولات ذوبتو. دابا غادي ندير ليه الدميعات كما كتشوفوا معايا. الصراحه فاش كنديرو في الصوره كيدير ليا الدميعات مزيان حسن من المعلقه. وصافي هنا كندير الكريمه على الشكل كما كتشوفوا معايا، كندير ليها الديكور من الفوق وصافي. وهانتوما معايا التمثالي الكيك. Thank you.
ودابا صافي من بعد ما درت الكريمه من الفوق غادي ندوز باش للتزيين تاع الكيك. وها نتوما معايا. وبالنسبه للتزيين ديما كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب الذوق تاع كل واحد. وكنتمنى الذوق تاعينا الاعجاب تاعكم، فبقاو معايا حتى الخط تاع الفيديو باش تشوفوا الشكل النهائي. وهنايا صافي هو الشكل النهائي تاع الكيك. دابا غادي ندوز باش ندير لي هذا تاع ابي بيرداي من الفوق، وغادي ندوز باش ندير السميه تاع الاولاد من الجناب. هادو صوبتهم بعجينه السكر وكتبت السميه تاع الاولاد والعمر تاعهم. وكنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب تاعكم وتشتركوا في القناه الى اول مره كتشوفوا الفيديو تاعي. وما تنساونيش كما العاده من الدعم تاعكم بلي لايك ولي كومونتير والبارطاج تاع الفيديو مع اصحابكم وحبابكم. وبسلامه عليكم، تلقوا في فيديو جديد ان شاء الله.